فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك شخص قد عرف بلقب مشين، إذا كان هناك شخص قد عرف واشتهر بلقب مشين، فهل يجوز أن أذكر لقبه وذلك للتعريف به وليس لقصد الغيبة؟ إذا كان يكره هذا فلا يجوز، إذا كان يكره هذا اللقب فلا يجوز، أما إذا كان هو ما يكره هذا اللقب صار دارج ما في بس. نعم.